الكبير يقول يا قاسم تعال، الكبير يقول يا قاسم تعال، الصغير يقول يا قاسم تعال، الكبير يقول يا قاسم تعال. متى يعود الجوهرة الكويت كلها تنطرة؟ جاسم يعقوب سلطان فاروق ابراهيم وجاسم كيف الجار ويرجع يا ربي شلون في الاسلام خمسيه برازيليه عربيه جول. لاعب المنتخب الكويتي ونادي القادسيه السابق، ولد في عام 1953 في مدينه الكويت، لقبه المرعب. هلوا فيصل الدخيل لعبه انطلقت حياته الرياضية في عام 1972، فاز مع المنتخب الكويتي بكأس الخليج 3 مرات في عام 1972 و1974 و1976. كأس آسيا مرة واحدة في عام 1980. تأهل مع المنتخب الكويتي إلى كأس العالم في إسبانيا في عام 1982، وبينقلها أمامية وتوصل فتحي كميل، ويحاول فتحي وجاسم يعقوب يحاول يحطها وجول. هدف يلغى، هدف يلغى، لكن جاسم يعقوب يصاب وهدف وضع في المرمى ويلغي بقرار من حكم اللقاء. جاسم يعقوب يتعرض لإصابة. المرعب أفضل مهاجم آسيا ودون منازع، من كرة قاتل فيها، شوف 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 الكرة اللعبت وراح مع حارس المرمى واشترك، وكان في دخول عنيف على جاسم يعقوب. حصل على هداف كأس الخليج مرتين في خليجي 3 في الكويت في عام 1974 وفي دولة قطر في عام 1976 في خليجي 4. حصل على هداف الدوري الكويتي 5 مرات وكذلك هداف كاس الامير 4 مرات، فاز بالدوري الكويتي 5 مرات مع نادي القادسيه. الكبير يقول يا قاسم تعال، الصغير يقول يا قاسم تعال، الكبير يقول يا قاسم تعال. متى يعود الجوهره الكويت كلها تنطرة؟ متى يعود الجوهرة الكويت كلها تنطرة؟ يا قاسم تعال، يقول يا قاسم تعال، يقول يا قاسم تعال، يقول يا قاسم تعال. متى يعود الجوهرة الكويت كلها تنطرة؟ متى يعود الجوهرة الكويت كلها تنطرة؟ Thank you.
الطفل واقف على أرض المطار مزهب أطواق الورود. أم العيوز اللي دعت لك بالصلاة دمتها حتى بالسجود. هذا الطفل واقف على أرض حصل على جائزة الشيخ محمد بن راشد بن مكتوم للإبداع الرياضي، واختير كأسطورة لدورات كأس الخليج متفوقا على كبار لاعبي الخليج. عام 1985 قرر اعتزال الكرة بعد تعرضه للإصابة. في عام 1985 قرر اعتزال الكرة، وقيمت مباراة جمعت بين منتمان بغل نادي القادسية المطعم بنجوم الخليج مع نادي الزمالك المصري، وانتهت المباراة بفوز نادي الزمالك المصري بثلاثية لهدفين. وصل جسم وصل بالسلامة وصل محمود شكرا من الأعماق المرعب الفنان والمبدع جاسم يعقوب سلطان، كنت من أروع اللاعبين الخليجيين وكذلك العرب وكذلك الأسيويين، كنت مبدع لاعب من الزمن الجميل. الله يوفقك في حياتك، وأنت مثال يحتذى به لكل لاعب خليجي أن يقبل في ممارسة كرة القدم، أن يستمتع بمهاراتك الفردية وتسجيلك للأهداف. لك مني كل الشكر والاحترام والتقدير على كل ما قدمته للكرة الخليجية والعربية والأسيوية والكويتية. مع السلامة، نلتقي مع أسطورة خليجية أخرى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.